مفصلا ان شاء الله ساشرح لكم مناهج الاجمالي ومناهج المقارن ومناهج المعضله. ما المقصود من مناهج الاجمالي؟ في حاسب المناهج نحن نقرا كل ايه كل سوره القران اجمالي. ما المقصود من سوره البقره؟ يعني ما اخذ من سوره البقره؟ ما الحواس من سوره البقره؟ كم موضوعات موجود في سوره البقره؟ وكم قصص موجود في سوره البقره؟ يعني انا اقرا كل سوره اجمالا، ليس مفسرا، ليس ايه ايه ركوعا ركوعا وليس كذلك، لكن انا اقرا كل سوره القران اجمالا. يعني اولا هذه اعتبار اجمالا. في القسم الثاني مناهج مناهج المقارنة. مقارنة بمعنى مقارنة، لأنه نقارن آيات القرآن آية آية سورة سورة، لأنه مقارنة لأنه نفرق بين الآيات، ما صح من هذه الآية وما صح من هذه الآية. لكن حقيقة نحن مقارنة بين الآيات وبين سورة القرآن. هذه مقصود من منهج مقارنة. في الآخر عندنا منهج موضوعي. في هذه منهج نحن نجمع آيات القرآن تحت موضوع واحد. مثلا كم آيات القرآن يتألف من عن قصص الأنبياء، كم آيات القرآن يتألف عن قصص موسى، وهكذا هكذا. مثلا كم تحريمات آيات تحريمها، كل آيات القرآن يتألف تحريمات وهكذا. نحن يعني نجمع كل آيات القرآن تحت موضوع واحد. افتح ماذا شاء موضوع أول، افتح موضوع أي موضوع تمام فيه أول، يعني نوضح موضوع واحد تقريبا كل آيات القرآن تحت موضوع واحد. هكذا يعني المناهج الموضوع. هؤلاء فقط يعني أنا شرحت لكم، وهكذا. مع السلامة.